يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائتين وواحد وثلاثين ألف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين وثلاثة عشر ألف شخص. هذا وقد تلقى الجرعه المنشطه من التطعيم 967782 وسبعه شخصا